في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائماً حاضرة في ذاكرة الأمة. في الأول من يوليو عام 1798 دخلت الحملة الفرنسية بقيادة الجنرال نابليون بونابرت الإسكندرية بهدف إقامة قاعدة في مصر تكون بمثابة نواة لإمبراطورية فرنسية في الشرق من ناحية، وقطع الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند من ناحية أخرى لاستغلال مواردها وخيراتها. وقد استمرت هذه الحملة 3 سنوات وفشلت في النهاية، وأسفرت عنها عودة القوات الفرنسية إلى بلادها. هنا القاهرة في 4 يوليو عام 1953 تم افتتاح إذاعة صوت العرب، وهي من أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية، والتي بدأت بثها كخدمة إذاعية واضحة للدول العربية، وتطورت ساعات إرسالها حتى اتخذت تلك الخدمة الإذاعية طابعاً وطنياً. وقد اشتهرت الإذاعة بشكل عام كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في ذلك التوقيت لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية. من القاهرة؟ هنا إذاعة القاهرة، إذاعة صوت العرب من القاهرة. وبالفعل قد تحققت لها قاعدة جماهيرية عريضة منتشرة في أرجاء الوطن العربي حتى الآن. في 1 يوليو عام 1956 تحولت مصلحة التجارة والصناعة التابعة لوزارة المالية، والتي أنشئت في 20 ديسمبر عام 1934 خلال عهد الملك أحمد فؤاد الأول، إلى وزارة مستقلة خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك لاهتمام الدولة بإنتاج الكهرباء والتوسع في استخراج البترول وتأسيس مصانع الحديد والصلب لخدمة المشاريع القومية والشركات الكبرى للنهوض بمصر. النهاردة بنستطيع أن نفخر أننا نصنع كل شيء من إبرة الخياطة إلى الصواريخ.
في 2 يوليو عام 1962 افتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المعرض الصناعي الثاني بالجزيرة. رافقه خلال هذه الزيارة السيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر وبعض الوزراء. وقد استقبلت الجماهير الرئيس جمال عبد الناصر بترحيب شديد، وبدأ الرئيس جولته في المعرض بقسم الصناعات الغذائية، وأبدى اهتماماً بالأقسام التي شقت طريقها في عهد الثورة، وقسم هيئة التلفزيون العربي الذي اعتبر في حينها وثبة جادة في تاريخ الجمهورية. في 1 يوليو عام 1967 دارت معركة من أهم المعارك التي وقعت على أرض سيناء. فبعد أقل من 4 أسابيع من بدء العدوان الإسرائيلي على مصر، كانت هذه المعركة هي الأولى في مرحلة الصمود. وقد حاول العدو في هذه المعركة السيطرة على المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم يحتلها في أثناء حرب عام 1967. فتقدمت القوات الإسرائيلية شمال مدينة القنطرة شرق في اتجاه بور فؤاد شرق بورسعيد، ولكن كانت هناك قوة مصرية محدودة خفيفة التسليح من قوات الصاعقة المصرية في تلك المنطقة، تتكون من 30 مقاتلاً من قوة الكتيبة 43 صاعقة. قاموا بعمل خط دفاعي أمام القوة الإسرائيلية، وبالفعل باءت المحاولة بالفشل في اقتحام الموقع، واضطرت القوة الإسرائيلية على الانسحاب في نهاية الأمر. في 1 يوليو عام 1972 شهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات تدشين أول قطعة بحرية تم بناؤها بالكامل في مصر، وهي الباخرة السويس بالترسانة البحرية بالإسكندرية. كانت بداية نشأة الترسانة البحرية بالإسكندرية عام 1827 عندما قرر محمد علي باشا بناء أسطول بحري للبلاد. وتعد الآن الترسانة البحرية بالإسكندرية صرحاً عظيماً وواحدة من كبرى قلاع الصناعات الثقيلة، ورائدة في صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر وفي الشرق الأوسط. وقد شهدت في الآونة الأخيرة عدة توسعات وتطورات كبيرة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها. وتقع شركة الترسانة البحرية في قلب الخطوط الملاحية المتجهة من وإلى الشرق الأقصى في جنوب البحر الأبيض المتوسط داخل الميناء الغربي بمرفأ الإسكندرية. وكانت قد انتقلت ملكيتها من الشركة القابضة للصناعات الهندسية إلى الشركة القابضة للنقل البحري في 27 فبراير عام 1993، ثم آلت ملكيتها لوزارة الدفاع اعتباراً من 1 أغسطس عام 2007. في 3 يوليو عام 2013 كان يوماً فاصلاً في تاريخ مصر ربما لن يتكرر مرة أخرى، حيث تخلص فيه الشعب المصري بإرادته القوية من حكم دام عاماً واحداً ولكنه كان بمثابة دهر. تشكلت فيه إرادة الشعب من مختلف طوائفه وانضموا تحت راية واحدة ظهرت في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بممثلين من الأزهر والكنيسة والتيار الإسلامي والشباب والمرأة وشخصيات عامة وسياسية. وقد جاء هذا الاجتماع بعد مهلة منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية
في بيان لها في الأول من يوليو للاستجابة لمطالب الجماهير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبالفعل أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حينذاك خارطة المستقبل. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. وبالفعل في الرابع من يوليو عام 2013 أدى المستشار عدلي محمود منصور اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.